هو العدوان الصهيوني على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة قد بدأ منذ 25 يوم، وحرب مسعورة وحرب إبادة يشنها هذا العدو الصهيوني على كل أهلنا في قطاع غزة في الضفة الغربية. هذا القصف المجنون بالطائرات على رؤوس السكان المدنيين، لدينا أكثر من 4000 طفل شهيد و2000. بالتالي حينما عن عملية بازية هو يستكمل هذا العدوان الذي يشن. يعني أنت تؤكد سيد حازم إنه العملية البرية قد بدأت بالفعل، وهل لديكم معلومات عن أين وصلوا في هذه العملية؟ الاحتلال واضح أنه كل يوم يعلن عن نشاط في أحد المحاور المحيطة بقطاع غزة، وخاصة في ولايتي غزة والشمال، وهناك دخول لبعض الآليات في مناطق الرخوة من حول قطاع غزة. هو عمليا بدأ في هذه الحرب على شعب الفلسطيني، واليوم يغير أدوات أو ينوع أدواته في القتل والعدوان عبر استخدام القوات البرية في استكمال أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. هو يعني أنت تقول بأنه ينوع أدوات القتل، قادر على الاستمرار جويا وقتل المزيد من الضحايا، ولكن الحديث عن اجتياح بري الهدف منه بحسب التصريحات كانت إنهاء حماس كليا، الآن ضرب البنى التحتية. إلى أي حد هناك استعداد لمواجهة مثل هذا الاجتياح الآن البري، وكيف الصورة المتوقعة بهذا الإطار؟ نعم، الاحتلال قبل ذلك هو اجتاح مناطق من قطاع غزة في عام 2008 وفي عام 2014 أيضا نفذ عمليات توغل، وكان يعلن أهداف معينة ثم يفشل تماما في تحقيقها. المقاومة وخاصة كتائب القحطانية بالتأكيد عدت أكثر من سيناريو للتعامل مع هكذا عدوان وهكذا اجتياح بري، وهي قادرة على إدارة هذه المعركة والتصدي لهذه القوات التي تحاول أن تتوغل من أطراف قطاع غزة. ليس أمام شعبنا والمقاومة إلا الصمود في هذه المعركة. هذه المعركة المسؤولة تستهدف الوجود الفلسطيني ليس في قطاع غزة، بل تستهدف وجود القضية الفلسطينية برمتها، وبالتالي ليس أمامنا كشعب فلسطيني وكمقاومة إلا الصمود والاستبسال في هذه المعركة، والاستعداد السابق لها كان موجودا. نعم، هناك خطط تضحى هي أدرى بكيفية تنفيذها، لكن نحن كشعب فلسطيني بالمقاومة ثقة كبيرة، ثقة أحد الدليلات على الصوت يتقطع سيد حازم. الصوت يتقطع سيد حازم. نعم، هناك صعوبة في الصهيوني محاولة تقطيع القطاع. نعم، لم أفهم الجملة الأخيرة التي ذكرتها. قلت أن قادر استطاع أن يفاجئ العدو الصهيوني في معركة طوفان الأقصى، هو قادر على أن يفاجئها في إدارة معركة طويلة في التصدي لهذه القوات المتغلبة إرباك الاحتلال وإرباك حساباته. طيب، مفاجأة ومواجهة وتصدي، ولكن بالنهاية هل لديكم تصور لنهاية المعركة كيف يمكن أن تكون، وبالمقابل طبيعة الأوراق السياسية التي تسعون إليها؟ يعني بالنهاية طبعا احنا حركة حماس وقوى المقاومة هي حركات تحرر، وبالتالي الشكل النهائي لأي معركة لأي هي أن شعبنا يثبت مواقفه ويحقق كل شعب فلسطيني الحرية والاستقلال. هذه جزء من معركة طويلة ممتدة عمر أكثر من 70 عام في مواجهة هذا. مفهوم مفهوم الشكل النهائي مفهوم، بس في سيد حازم سيناريوهات الآن توضع فيما يتعلق بالتوجهات الجيش الإسرائيلي بأنه سيقطع الشمال عن الجنوب، سيحتل المزيد من الأراضي، وبالتالي هل يمكن القول بأنه خططه يمكن أن تطبق بهذا الإطار أو لا؟ هو فعل ذلك في معركه، وبالتاكيد لديها حسابات لانه في اي عدوان واسع سيرجع الاحتلال مثلا تقطيع قطاع غزه خاصه في هذه المناطق الرخوه، وهذا امر متاح. والعدو الصهيوني يمتلك اله عسكريه مجهزه، مثلا المربعات السكنيه التي يحاول ان يدخلها الان القى عليها مئات الاطنان من المتفجرات من الطائرات ومن المدفعيه وعبر ايضا الزوارق، وحرق المنطقه تماما وحطم كل
كل وجود فيها للشجر والبشر والحجر حتى يتمكن من دخول من هذه المناطق. بالتالي المقاومة وضع سيناريو لإمكانية نعم تقسيم القطاع وكيف يمكن أن تتعامل كل منطقة في الدفاع عن الأرض هنا في قطاع غزة حسب هذه السيناريوهات المختلفة. طيب أين وصلت المفاوضات حول الأسرى وهل في إمكانية بالفعل إلى فرض هدنة إنسانية كما يقول البعض أو أنه الاجتياح البري بما أنه أصبح تحصيل حاصل تم الإعلان عليه فهذاك الموضوع مؤجل الآن؟ نعم هو بالفعل هناك اتصالات من بعض الأطراف لموضوع الأسرى المدنيين لكن الاحتلال يعني رد كل ذلك بتصعيد العدوان بشكل غير مسبوق. يعني في أوقات المفاوضات حينها كان الاحتلال يقتل 700 مواطن فلسطيني في كل 24 ساعة بمعنى أنه صعد عدوانه بشكل كبير. بالتأكيد هذا الهجوم بهذا الشكل سيعيق كل هذه الأمور ويشكل خطرا متزايدا حقيقيا على كل الأسرى الموجودين في قطاع غزة. ولكن ماذا عن قضية الأسرى؟ وكانت حماس بالسابق وفي البداية قالت أنهم ينتشرون في أكثر من منطقة، هل يمكن القول أنه بالاجتياح هذا يعرض هؤلاء أيضا للخطر المباشر أو لا؟ بالتأكيد بالتأكيد، والقسام أعلن في أكثر من مرة عن سقوط قتلى في صفوف الأسرى جراء القصف الصهيوني غير المسبوق. يعني ليكن واضحا أن الاحتلال يقصف من الشوارع بقنابل مخصصة لاختراق الجبال الحفر عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي تحدث دمارا غير مسبوق وتدميرا واسعا وقتلا كبيرا. في غارات يقتل فيها أكثر من 100 مواطن فلسطيني في الضربة الواحدة وتتم تدمير عشرات المنازل. بالتالي قسم أمن عن سقوط قتلى في صفوف الأسرى جراء هذه الضربات، والاجتياح البري سيزيد بشكل كبير الخطورة بشكل هؤلاء الأسرى لأن العدوان بالتأكيد سيكون مختلف.